مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة، أهلا بيكم وحلقة جديدة. والنهاردة إن شاء الله هنعمل مهارات جديدة وهنتعامل كده في كام وصفة بسيطة جدا بناء على طلب حضراتكم وعلى طبعا المكالمات الغالية عليا اللي جت امبارح. وخلينا يعني نحكي كده هنعمل إيه النهاردة. هنعمل وصفة كده بوريك، شكل جلاش، شكل من أنواع الجلاش الحادق ولكن على الطريقة التركية. ليه كده يعني بيعملوه ليه خلطة كده بسيطة ولطيفة لكن بيطلعوا هش وجميل جدا، نقدر نستخدم فيه حشوات مختلفة. خلينا كده نبدأ أول حاجة ونقول إن إحنا هنبدأ في أول الشوط الأول وهتنطلق صفارة الحكم وهنقول معانا المقادير بتاعتنا. عندي لبوريك بالدجاج، عندي لفة جلاش، قطع دجاج فيلي، عندي كمان بصل مفروم، ثوم مفروم، علبة زبادي اللي هي 80 جرام، زيت نباتي مليان، عندي معلقة كبيرة صلصة وبابريكا، عصير ليمون وخل مليان وفلفل ألوان وبهارات دجاج وقرفة ورشة جوزة الطيب، ملح وفلفل. وطبعا للدهن في خليط معين هنستخدمه للدهن، هو عبارة عن معلقتين من الزبادي، معلقة زبدة، معلقة دقيق، ده خليط هندهنه بين ورقات الجلاش. تعالوا كده نشوف مع بعض ونقول بسم الله وهنشوف هنبدأ نعمل ايه. طبعا خليني الاول اقول لحضراتكم انه الفطاير او الحاجات اللي احنا حابين نعملها مش شرط تكون حاجه يعني لازم نشتغل بيها بحاجه لازم نجيبها مخصوص، احنا نقدر نشتغل بيها بحاجه باقيه عندنا. زي ايه مثلا؟ انا عندي لحمه اتسلقت، فانا ممكن استفيد باللحمه دي طالما هي لحمه كويسه، اخد اقطع منها واعملها شويه بهارات واحط معاها شويه خضروات واشتغل عليها، او فراخ مسلوقه فانا اتبقى منهم جزء فانا اقدر استفيد منه واقطعه واعمل منه وصفه جديده تتحشي بشكل لطيف، علشان انا ابقى حاسه ان انا ممكن استفيد بيه بواقي خضار، ممكن اعمل خضار سوتيه منوع بكل الخضروات اللي موجوده، اجمع منها واحشي زي السبرينج رولز او البوريك اللي هنعمله ده بالخضار. كل دي افكار لطيفه وسهله ونقدر نستفيد بالحاجات اللي موجوده في البيت عندنا. لكن هو بقى ميزه عن الصواني اللي بنعملها احنا اللي تتقطع بالشكل التقليدي، طبعا ليها محبيها بس احنا دايما كنا بنتحايل على ده بالجلاش نعمله مكان الرقاق. دلوقتي بقى احنا هنعمل البوريك ده، بيبقى جميل. اولا بيبقى بيتقطع حتت صغننه فبيبقى كل واحد بياخد قطعه اللي تناسبه وما بيبقاش يعني ايه تقيل ولا حاجه. تعالوا نقول بسم الله. اول حاجه كده انا بسخن طاسه على النار، انا هاخد الحاجات اللي موجوده عندي دي سوتيه، ممكن يبقى باقي عندي صدر فرخه، باقي عندي حاجه نيه في الفريزر طلعتها، ممكن تبقى حاجه بسيطه يعني، بس انا هضيف لها شويه مكونات فتبقى عندي حاجه جميله. ونبدا بقى ايه نخلي بالنا في الفتره اللي جايه ان شاء الله والجزء المتبقي من رمضان في العبادات، علشان انا عارفه ان في ناس كتير قوي سيدات عاملات ويعني جمال، وكمان مش بس عشان المطبخ والطهي ولكن كمان عندهم امتحانات وعندنا مذاكره وعندنا تمارين وعندنا حاجات كتير قوي، فالوقت الحقيقه بقى ضيق جدا. خلينا نعمل حاجات سريعه وبرده مغذيه، يعني ما نبعدش بره النطاق انه يبقى في بروتين سواء نباتي او حيواني للولاد وهم بيستمتعوا وياكلوا معانا. طيب هستخدم كده اول حاجه زيت مليان، بسم الله هحط كده نقطتين من الزيت، زيت مليان زي ما اتفقنا، هو من الزيوت اللي ما فيهوش نسبه اولين خالص، ونسبه الاولين دي هي اللي بتسبب انه الزيت يتجمد مع الوقت، اللي هي بيبقى زيت النخيل اللي احنا كلنا طبعا عارفين اضراره اكيد. فهو حاطط العباد، فدي حاجه جميله. وانا زي ما قلت لحضراتكم الشركات اللي احنا بنشوفها بتنزل منتجات جديده، احنا كل شويه بنشوف منتجات جديده واسماء جديده وحاجات لطيفه، اللي مناسب بالسعر واللي مناسب بالجوده واللي مناسب لينا فمتناول الايدي رائع جدا. في على فكره انواع ممكن تكون اصحابها لسه ما اعلنوش عنها ولكن هي جيده جدا وذات جوده عاليه جدا، وممكن يكون منتجات اتعلن عنها ولكن هي مش على نفس الجوده القويه اللي بيعلن عنها، وفي منتجات على جوده عاليه جدا اعلن عنها واحنا تعاملنا معها وعرفناها فده رائع جدا. فوارد كل شيء لكن علينا التعامل معاه. فخلينا كده ايه نجرب مع بعض. بسم الله انا هاخد هنا معلقتين زيت وهاخد كده معلقه من المعالق الخشب وهبدا هنزل اول حاجه بالبصله كده صغيره، يعني احنا في الاخر ايه مش عايزين نكلف نفسنا في حاجات كده في اواخر اليوم. يعني انا امبارح مثلا احنا كنا مثلا هفترض انا عامله مثلا لازانيا،
فانا عملت لازانيا وكنت عامله جنبها مثلا كفته. طيب انا ممكن النهارده تكون الكفته دي كانت على قد المقدار وخلصت النهارده، وفي باقي قطعه لازانيا صغيره، فانا ممكن ادعم بطبق سلطه واعمل شويه اي حاجه تانية جنب اللازانيا، شويه فراخ بانيه، اعمل شويه فاهيتا، المهم حاجه تساعد اذا ضروري يعني بروتين حيواني، وشويه شوربه خفيفه كده وطبق السلطه وتمام مع المشروب والتمر. يا سلام رائع، لانه كمان الواحد على فكره في رمضان لما بياكل، احنا اغلبنا يعني اللي بياكل قوي على الفطار ما بيقدرش يعمل اي حاجه، بيفضلوا قاعدين كده، لكن اللي بيبقى بياكل خفيف، وعاده احنا كلنا معظمنا يعني معظم اللي بسمعه يعني انه بناكل حاجات خفيفه ونيجي على الساعه 10 11 نجوع فناكل، فتبقى دي الوجبه كانها وجبه عشاء مش سحور. فاللي بياكل 11 ده ما بيقدرش يتسحر تاني، يعني انا عن نفسي ما بتسحرش، لكن باجي بعد الفطار على الساعه 11 بلاقي نفسي لازم اكل حاجه بسيطه. لو عدى الوقت ده في الطبيعي ده بس عشان رمضان، لكن في الطبيعي بعد الساعه 7 ما اقدرش اكل، يعني احس ان الموضوع ده بالنسبه لي مرهق ويتعبني جدا، فيعني انا استنى لتاني يوم اكل في معادي، لكن ما اكلش في اليوم ده. طيب انا بشوح كده البصل والثوم، لكن طبعا الولاد اللي بتتمرن لا محتاجين عشان الباور والقوه لازم ياكلوا ويشربوا عصاير طبيعيه، وطبعا بيبقى الكوتش او الكابتن ايا كانت اللعبه اللي بيلعبوا فيها سواء بنات او ولاد بيوجههم صح لنظام غذائي مظبوط، وبيبقى فيه حد خاص بالتغذيه بيتابعهم كويس جدا، ودي من الحاجات الرائعه. اوعوا تفتكروا تغذيه اللاعبين سهله، على فكره بيبذلوا مجهود رهيب جدا جدا. ناخد معانا تليفون، معانا دعاء. الو اهلا 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 بيكي يا سيف، عامله ايه؟ الحمد لله حبيبتي، اهلا وسهلا بيكي. ايه القمر ده؟ لا 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 النهارده انت يا عمو، لا شكلك مش صايمه ولا ايه؟ لا والله الحمد اطلع لساني حبيبه قلبي. ده الله يسعدك الله يسعدك، الحاجات الحلوه دي لا 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 بجد كل يوم كده هنفضل قاعدين كده هتفطرينا كل يوم من الساعه 1 الظهر. يا حبيبه قلبي والله كلك ذوق، تسلمي ذوقك والله. شكرا. واللازانيا اللي كنت عاملاها كانت جميله، بس انا مش بحبها بالسبانخ، فيعني اعمليها باللحمه او بالفراخ. بالفراخ بتبقى احلى، بتبقى براحتك براحتك طبعا. انا ما بعملها ما بس يعني انا بسلق المكرونه مش اللازانيا. بتسلقيها؟ ببقى خايفه ان هي تبقى طالعه مني ناشفه، لان ساعات البشاميل ده ما بيبقاش بايديا، انا ببقى يعني مش ضمناه، يعني هو بيبقى خفيف وكل حاجه بس بحس ان هو مش هيسويها. يا روح بس جربي مره كده بايركس صغير بمقادير البشاميل اللي انا عملته، جربي على اللتر اللبن الثلاث معالق دي بتوع الاكل. انا ماشي على بيتي كله على كل مقاديرك. يا حبيبه قلبي تسلمي، ده يعني شرف ليا والله يا دود. لا والله ده انتوا كعيله اكيد انتوا ما شاء الله برضو يعني. ايوه ما انا يعني باخد مقاديرك وباخد مقادير ام اسلام طبعا، مش قادره اقول لك مدوخاها معايا اصلا. يا حبيبه قلبي يا حبيبتي، اكيد كلنا بنتعلم من بعض، دي حاجه جميله والله. ربنا يحسن ما بين ايديكي، وفعلا يعني كل وصفاتك جميله جدا 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 جدا. تسلمين بجد، تسلم ايدك وتسلم وقفتك، ويعني يعني بصراحه الواحد مش عارف يشكرك ازاي على كل الوصفات الهايله اللي انت بتعمليها. تسلمي يا حبيبي كلك ذوق والله، انتوا اجمل مشاهدين ومتابعين، والنجاح الفضل لي لربنا سبحانه وتعالى، ثم ليكوا ثم للقناه اللي بتحتوي الناس اللي يعني عندها شويه من القناه. ده انت رايحه في الحته بتاعت كلها، القلب كله يا حبيبتي يا حبيبتي، ربنا يخليك. بابا كمان قاعد اتفرج عليكي كمان النهارده، يعني لاني بيبقى تحيه لوالد دعاء والله، تحيه لحضرتك جدا والله، شرف ليا والله، حضرتك على راسي طبعا. شكرا ليكي حبيبه قلبي، وربنا يحسن ما بين ايديكي، وكل سنه وانت طيبه. طيبه حبيبتي، شرفتيني ونورتيني يا دعاء، شكرا ليكي حبيبتي. طيب انا بشوح، بصوا ريحه، بس انا حطيت تطعيمه كده رشه ملح وفلفل، وهبدا نحط بقى بهارات الفراخ. تقدروا حضراتكم تستخدموا، عارفين لو انتم مالكوش نفس تقطعوا بصل ولا تقطعوا ثوم ولا تعملوا الحاجات دي، جيبوا فيه اكياس التوابل اللي هي بتبقى جاهزه، بتبقى منكهات للشيش طاووق وللفراخ وللفاهيتا وللكفته وللحاجات الحلوه دي، وحطوا منها، هي منكهه بتوابل زي اللي احنا بنعملها، بدل ما تحتاجوا ده، وقطعوا قد ما تقطعوا من الخضره وتاكلوها، ليها تيست وحلو وجميل. وبعدين مش شرط يعني احنا كل يوم في رمضان، الواحد ساعات فعلا بيبقى قافل، بنطلع من رمضان ده مش قادرين، بلس ان كمان هنعمل بقى وصفات حلوه للكحك
البسكوتات والبيتي فور، ومش هننسى الحاجات الناس اللي ما بتقدرش تاكل حاجات دسمه فيها سمن وزبده، مش هننساهم ابدا. مرضى السكر كمان هنراعي السكر وانواع الدقيق اللي هنستعملها ان شاء الله، تشوفوا حاجات كويسه باذن الله، لانه انا شايفه ان ده المفروض يبقى اسلوب حياه، هو مش بس عشان حد تعبان، لكن للحفاظ على الصحه لينا ولاولادنا فيما بعد الحقيقه. ودي من الحاجات اللي المفروض ان احنا نخلي بالنا منها، احنا يمكن شعب مصري كرمة يعني. معانا ام طه، السلام عليكم. طب الخط فصل، ممكن تكلمينا تاني ام طه؟ كنت عايزه اسمع صوتك والله. طيب هنقلب كده تقليبه حلوه. بصوا انا مقطعه الفراخ صغير قوي زي ما حضراتكم شايفين، انا هحشي الرول ده صغير، يعني هعمله كده رولات، فمش عايزه الحشو يبقى كتير عشان ما يكسرليش الايه الورق بتاع الجلاش. وطبعا تقدروا تشتروا الجلاش النوع اللي يريح حضراتكم. دلوقتي في محلات اللي بتبيع بقى الكنافه والقطايف متالقه جدا في الحاجات العجاين دي والمعجنات كلها، عجينه بقى السبرينج رولز، عجينه السامبوسه، الكنافه والقطايف والحاجات الحلوه اللي بيعملوها، حتى الجلاش هتلاقوه رائع ومورق. وال 500 جرام 500 جرام بجد على الميزان. طيب هنقلب كده، الريحة بدأت تطلع بقى، التوابل بقت يعني حلوة جدا كده. وهنبدأ نجهز بقى. في ناس تحب ممكن تضيف معلقة مايونيز للفراخ، أنا بصراحة ما بحبش أحط المايونيز، حتى لما بعمل السلطات اللي فيها نسبة مايونيز بحب أحطه نسبة قليلة، وأحط زبادي معاه. وغالبا لما بتبقى الزبادي محتاجينه يبقى كريمي بحط الزبادي اليوناني عشان هو بيبقى كريمي، او تصفوا الزبادي زي اللبنه وتحطوه هيبقى بس ايه مش خفيف، فيدي كده. بصوا بقى الزبادي ده حاجه مرطبه ومهمه واحسن من المايونيز كتير، بيدي طعم حلو، بيدي طراوه للعجينه جدا جدا، حتى في المعجنات او في اللحوم يعني الفراخ وكده بيخليها كده طريه وجميله. بصوا وانا بشوح كده، انا هحط هنا بس للطعم زياده، وده حاجه كده يعني ايه ترجع لحضراتكم، معلقه صلصه صغيره الون بس اللون الحلو ده، يعني يبقى ايه كاسر الدرجه دي، لكن مش عايزين بلاش، انا يعني دي اضافه ولكن مش بالضروره يعني. طيب هقلب بقى تقليبه كده، وطبعا ايه تقريبا كده سمع صفاره الحكم صفرت وقالت ان النشاط الاول خلص، وهنستعد هنطلع استراحة، هنرجع إن شاء الله بعد الاستراحة نبدأ في الشوط الثاني، في انتظار حضراتكم.